السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم عند جنات. اليوم غنصنعكم حلوى رولي، كتجي هائله وبسيطه، مكونات بسيطه جدا، متناول الجميع. يلا نخليكم مع الطريق. بسم الله. كنحتاجو 4 البيضات، انا فرقت الصفر على الابيض، كاس لاروب تاع السنيده، هي كاس بقانون كاس، انا نقصت من السكر، كاس ونص ديال الدقيق الفورس، شاسي تاع الفاني 7 غرام، ومعلقه ديال الخميره، وقبصه تاع الملح. يلا نبداو على بركه الله. كناخذو البيض، كناخذو البيض تاع البيض، كناخذو قبصة الملح، ونطلعوه. احنا بعد ما طلع لينا البيض، احنا غنزيدو 4 الصفار تاع البيض. بسم الله. غنزيدو ساشي تاع الفاني مع الصفر، شادي نزفو ليا. بسم الله. هاد الطريقة اللي كندير طريقتي الخاصة وسهلة، فيسا كيطلع البيض، أما إلا درتي بيضات كاملين كتعطل في الطلوع، دابا كطلع فيسا في الزربة. هاو طلع، كتعرفو طلع كيدير ليك كترسمو بحال هكا، كيبقى باين خاص واحد شويه ضروري. باش كتعرفو كيترسم، كتهزو بحال هكا الخطوط كترسم فيه، ملي كتهزو بحال هكا باش كتعرفوه ناجح، ملي كتهزو بحال هكا تعاودو تكبو كيترسم في الخليط. وناخدو كاس تاع الفورص ونديروه بالتدريج، انا مغربله عاوتاني غنزيد نغربلو بشويه بشويه. كنهزو بحال هكا، ما تهوش لينا من التحت الفوق، من التحت الفوق. غير بشويه باش ما تنزلش، بالنسبه للمبتدئات نزيدو الدفعه الاخرى. ونديرو ساشي ديال الخميره، معلقه، انا درت معلقه.
وانا بعد ما خلطتها نخويها في الطاوة، الطاوة يكون فرش فيها كعيد تاع مطبخ. نكبها في الطاوة بعد ما فرشت ليها كعيد تاع الزبدة. حنا غنديرو نسرحوها بشويه بشويه باش ما ينزلش. ندخلوها الفران ونرجعو ليكم. ندوزو ندخلوها الفران عافية تكون مهيلة، العافية راها مهيلة. ندوزو نوجدو السقوة تاع الحلوى. كنحتاجو كاس تاع الماء تاع كبير، شاصي ديال فاني حامضة طروفة تاع الحامض، ونص كاس ديال السكر. بسم الله نديرو السكر، نديرو الماء، نديرو الفاني، نحيدو من هاد العضومة باش ميجيشنا المرار. هيا وغنحطوها فوق النار، نخليوها حتى تجالب 10 دقايق ونحيدوها. ندوزو نسقيو الحلوى ديالي. هاو بعد ما دازت 10 دقائق هاو كيتجالب صافي، غنطفي عليه وندوزو باش نسقاو به الحلوى ديالنا. حنا بعد ما حمرنا اللوز غنزيدو فيه السنيدة. ضروري اللوز يتحمر في مقلة ديال الطيفار اللي ما كتلصقش باش نزيدو على السنيدة ونخليه يتكرمل على خاطر. غنزيدو عليه 3 المعالق ديال السنيده. قولي ما نحر ما نحركو وما حتى حاجه، نخليه بحال هكا حتى كينزل ليا. يلا نخليه دابا يتكرمل على خاطر. بعد ما تكرمل لينا اللوز غنخويه في الطبسيل باش ما يلصقش لينا هنا. كتجربو بيه حيت كيلصق. نخليو حتى يبرد وعاد باش نهرمشوه. انا بعد ما خرجتها من الفران شكي كتجي، كتجي بومبي، كتجي هشيشه رطبه بزاف وزوينه وناجحه ومقاده. دابا غنبداو نحيدو ليها الكعيب ديالها عاب شويه حتى بردت عاد باش غنحيدو.
سقيوها، سقوا الماء، نص كاس ديال السكر وطرف ديال الحامض. انا بعد ما درت كريم شانتي ها هو الجو ديالو بالفريز، ودرت رابعه ديال الكاس تاع الحليب بارد مثلج ونطلع. بعد ما طلع حنا غنديرو ندهنو به الحلوى الرولي ديالنا. حنا دابا غنزوقو به الحلوى. حنا دابا غنديرو الطبقة ديال الكريم بعد ما طلع باش منين نروليو يجي باين، يجي غليظ. قد الطبقة ديال الكريم، قد الطبقة ديال جينواز. نخلي واحد سنتيم هنا، نخلي واحد سنتيم هنا ما ندهنوش. دخلوها الثلاجه تجمع راسها وعاد باش نخرجوه. حنا غنديرو الشكلاط يدوب على حمام مريم. حنا غندوبو الشكلاط على حمام مريم يدوب لينا مزيان وعاد باش نرجعو ليكم. انا بعد ما داب ليا الشكلاط زدت كاس تاع دانون مسوس طبيعي، وغادي نزيد شويه اللوز. صافي ونخلط ونفرغو على الجينواز ديالي. هاد اللوز اللي درنا كتجي طبقه مقرمشه، ملي كتاكلي كتحسي بديك التقرميشه. ندوروا من الجوانب كامله بهاد الشكلاط ونرجعوا لكم. ندخلوها للثلاجه ترتاح شي ساعتين ولا 3 سوايع عاد باش نديروها في طبق التقديم. دابا غندخلوها للثلاجه تشد روحها، كل واحد يزوق بالطريقه اللي كيبغي. شفتها كبيره، كل واحد كيزوقها بالطريقه اللي كتعجبو. ها هي وبالصحه والراحه.